على كورونا ممسوح. غدا يقولوا لك باباك مريض قريب موت، ولا يقولوا لك الوالده لحق السلامه، ولا خالتك ولا جداتك ولا ولدك تلقى صعوبات باش تداويهم وما تلقاش لهم بلاصه في السبيطار، واش غادي تبقى تضحك ديك الساعه؟ ما تلقاش اللي يضحك معك فيك فيك قبل ما تفرق فيك. الموضوع خطير بزاف وماشي ديال لعب. نبقاو في الدار الخوت حتى كورونا تفوت، نبقاو في الدار الخوت حتى كورونا تفوت، ندخلوا لديورنا الخوت حتى كورونا تفوت. الله يحفظكم. كتضحك على كورونا ممسوح. غدا يقولوا لك باباك مريض قريب موت، ولا يقولوا لك الوالده لحق السلامه، ولا خالتك ولا جداتك ولا ولدك تلقى صعوبات باش تداويهم وما تلقاش لهم بلاصه في السبيطار، واش غادي تبقى تضحك ديك الساعه؟ ما تلقاش اللي يضحك معك فيك فيك قبل ما تفرق فيك. الموضوع خطير بزاف وماشي ديال لعب. نبقاو في الدار الخوت حتى كورونا تفوت، نبقاو في الدار الخوت حتى كورونا تفوت، ندخلوا لديورنا الخوت حتى كورونا تفوت. الله يحفظكم. كتضحك على كورونا ممسوح. غدا يقولوا لك باباك مريض قريب موت، ولا يقولوا لك الوالده لحق السلامه، ولا خالتك ولا جداتك ولا ولدك تلقى صعوبات باش تداويهم وما تلقاش لهم بلاصه في السبيطار، واش غادي تبقى تضحك ديك الساعه؟ ما تلقاش اللي يضحك معك فيك فيك قبل ما تفرق فيك. الموضوع خطير بزاف وماشي ديال لعب. نبقاو في الدار الخوت حتى كورونا تفوت، نبقاو في الدار الخوت حتى كورونا تفوت، ندخلوا لديورنا الخوت حتى كورونا تفوت. الله يحفظكم.